السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم مرة أخرى في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. هذا أنا الدكتور محمد صفحي وزميلي الدكتور محمود رمضان عزام السيد. راح نكمل معكم في هذه المحاضرة ما بدأناه في المحاضرات السابقة عن مهارات استخدام العصا البيضاء للكفيف. راح نتحدث عن مهارة تمرير العصا إلى الأمام، وهي أيضا من المهارات الأساسية اللي يحتاجها الشخص الكفيف لمعرفة مكان الرصيف على سبيل المثال، أو الباب أو الدرج أو تحديد الحواف. تطبق هذه المهارة مع القائد المبصر لإرشاد الكفيف لقرب هذه الأماكن، كذلك تستخدم مع مهارة السير مع العصا باستخدام النقطتين أو التو بوينت تاتش. متى تستخدم هذه المهارة؟ عند الاقتراب من الرصيف أو الباب أو الدرج أو أي حافة، كذلك بمساعدة القائد المبصر. تتم بتحريك العصا إلى الأمام مع كل نقطة حتى يصل لحافة الرصيف أو الباب. فعلى سبيل المثال، لو كان هذا هو الباب وهذا هو الشخص الكفيف، راح يبدأ في السير باستخدام النقطتين إلى أن يصل إلى قرب الباب بتقريبا مسافة مترين. يبدأ هنا باستخدام مهارة تمرير العصا بحيث أنه يستطيع أن يسير بالعصا بهذا الشكل. النقطة الأولى مثل ما يمرر، النقطة الثانية يمرر بهذا الشكل إلى أن يصل إلى الباب أو إلى الدرج. هذه هي المهارة باختصار. مهارة الباب هي أيضا إحدى المهارات التي يجب على الشخص الكفيف أن يتقنها عند استخدامه للعصا. بالنسبة للباب، راح يكون السير بالوضع الطبيعي، إما بملامسة الأرض أو باستخدام النقطتين كما ذكرنا في المحاضرات السابقة أو في الشريحة السابقة، ويتم بتمرير العصا إلى أن يصل إلى الباب. عند إيجاد الباب، يضع الكفيف العصا أمامه بشكل مستقيم. فلو أردنا أن هذا الباب، راح تكون العصا بشكل مستقيم، ومن ثم يبدأ في تحريك العصا شمالا ويمينا لمعرفة حجم الباب وأيضا لتحديد مكان قبضة الباب، وهل يفتح الباب إلى الداخل أم إلى الخارج. عندئذ يفتح الباب ويدخل، ويجب الانتباه من سرعة إغلاق الباب. مهارة صعود ونزول السلم أيضا مهارة تبنى على عدة مهارات، وهي السير باستخدام النقطتين مع تمرير العصا إلى أن يصل الشخص إلى حافة السلم أو الدرج. فعندها يكتشف الشخص الكفيف حافة الدرجة الأولى بالطرف السفلي للعصا، ثم يفحص سعة الدرج من اليمين إلى اليسار لتعديل مكانه من حيث الصعود أو النزول. كذلك يتعرف على ارتفاع الدرجة الأولى وعمقها، عمق الدرجة، ارتفاع ومسافة الدرجة. يرفع الكفيف العصا بشكل قائم إذا كان صاعدا، وبشكل مائل إذا كان نازلا، ويبعدها عن جسمه ويلامس الدرجة التي يصعد إليها أو عليها، وتتم بهذه الطريقة. كذلك على الكفيف أثناء الصعود والنزول أن يحافظ على وضعه مستقيما، وعندما يشعر أن الطرف السفلي للعصا قد لامس الأرض يستنتج أنه انتهى، أنه لم تعد هناك خطوات، إنما يرجع للوضع الطبيعي، فيرجع للوضع المعتاد ويمشي ويستمر في المشي من خلال مهارة استخدام السير بالعصا، إما بطريقة، إما بملامسة الأرض أو بالتو بوينت تاتش. نشكر لكم حسن استماعكم، على أن نلتقي في محاضرة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.